بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اخذنا مجموعه من الالجوريثم مثل السلكشن سورت، بابل سورت، انسيرشن سورت، والشيء المشترك اللي كان بيناتهم انهم الثلاث بالافرج بالورست كانوا ياخذوا بيج او ان سكوير، وهذا الوقت اتفقنا انه بطيء نوعا ما، لهيك لازم نفكر احنا بالالجوريثم وبتكنيك يعطيني سرعه اكبر من هيك. لهيك راح ناخذ الجوريثم ياخذ بالبيست والافرج والورست بيج او ان لوج ان من ناحيه التايم كومبلكسيتي، معناته هذا الالجوريثم اسرع من الثلاث الالجوريثم اللي مضوا. اكيد له ايجابياته وله سلبياته وراح نتكلم عنها باذن الله. راح ناخذ الميرج سورت الجوريثم. طبعا قبل ما نفوت في هذا الالجوريثم بفترض انه عندك معلومات بالريكيرسيف كيف بيشتغل، انه هذا الالجوريثم بيعتمد في طريقه عمله على ريكيرسيف، عشان هيك لازم تكون فاهم الريكيرسيف كيف ماشي، وبعديها راح تفهم اليه الميرج سورت. الميرج سورت شغال على مبدا ديفايد اند كونكار. شو معنى ديفايد اند كونكار؟ هي عباره عن استراتيجيه بتحكي لك اذا واجهت بيج بروبلم على اساس تحلها الطريقة المناسبة، لازم تمسك هاي البروبلم تحللها لأجزاء صغيرة ومن ثم أصغر أصغر عبين ما توصل لأبسط إشي في هاي المشكلة، ولما توصل لأبسط إشي في هاي المشكلة بتبلش تحل الأجزاء الصغيرة في هاي المشكلة، وبعدين بتجمعهم على بعض وبتكون انت هيك حليت المشكله الكبيره. وقبل ما نفوت بالميرج سورت المفروض نفهم شو معنى ميرج. ميرج معناتها انه انا بدي ادمج بين تو ليست او بين تو اراي. كيف يعني؟ على فرض انه كان في عندي تو ليست او تو اراي وعباره عن تو سورتد اراي، كيف ممكن ان انا اجمعهم بليست او اراي واحده؟ وهي الاراي او الليست المفروض انها تكون sorted. كيف ممكن نطبق هذه الطريقة؟ أنا معناته إنه بدنا نعمل merge. بما إنك بدك تعمل merge بطريقة صحيحة، المفروض أجي أقارن على سبيل المثال هاي الأري الأولى اسمها RR1 والأري الثانية اسمها RR2. المفروض أجي أقول هل الـ RR1 of 0 أقل من الـ RR2 of 0؟ في هاي الحالة راح أخزن الـ RR1 of 0 داخل الليست، وبنفس هذا النهج راح أمشي على عناصر الـ 2 array. طيب فعليا كيف راح تتم؟ فعليا أنا بحاجة لمتغيرين على أساس يمشوا لي على التو ليست، خلينا نسميهم واحد اي وواحد جي. راح نبلش نقارن كلاتي وراح نخلي البويترين انيشالي زي ما انت بتعرف بزيرو، وراح نصير نسال هل الاي ار ار 1 اوف الاي، بمعنى هل الاي ار ار 1 اوف الزيرو هل هي اقل من الاي ار ار 2 اوف الزيرو؟ في هاي الحاله اذا كانت فعليا اقل ايش راح نعمل؟ راح نمسك الالمنت الاقل ونخزنه داخل الاراي اللي بدنا نجمع فيها التو اراي هدول. طيب في اي اندكس راح تخزنه؟ المفروض انك تخزنه في الاندكس 0، معناته راح يكون في كمان ريفرنس خلينا نسميه مثلا كي يحكي لي وين انا بدي اضيف بالضبط. هون ايش راح اتخزن؟ اول شيء راح اتخزن الواحد، وبما اني خزنت الواحد خلاص المفروض اني انتقل خطوه لقدام على اساس ما اقارن بالواحد كمان مره، ونفس الشيء المفروض الكي يتحرك خطوه لقدام على اساس يصير جاهز ليستقبل الالمنت اللي بعده. بعد ما زادت قيمه الاي بواحد المفروض اصير اقول الاي ار ار اوف 1 راح اعمل لها كومبير مع الاي ار ار اوف الزيرو، نظرا انه قيمه الاي بواحد وقيمه الجي مالها لسه بزيرو. بعدين راح نسال السؤال كالاتي، مين اكبر الاربعه ولا الاثنين؟ لا الاكبر اثنين، معناته راح نخزن الاثنين داخل الاراي وراح ينزاد قيمه الكي بواحد، والجي راح ينزاد برضه نفس الشيء بواحد ليصير واقف عند الالمنت اللي بعده. بعد هيك راح نسال مين الاكبر الاربعه ولا الثلاث؟ الاكبر ثلاث، معناته راح تخزن الثلاث داخل الاراي وراح تنزاد قيمه الكي بواحد، والجي راح ينزاد برضه بواحد لانه خزنت انا المكان اللي كان واقف عليه. راح ارد اسال كمان مره مين اصغر الاربعه ولا السبعه؟ لا الاربعه، معناته راح تخزن الاربعه داخل الاراي ويتحرك الاي بواحد وراح ينزاد على الكي بواحد. وبعدها راح اسال نفس السؤال مين الاكبر ستة ولا السبعة؟ لا الستة، معناته الستة راح تتخزن بالاراي وراح ينزاد على قيمة الاي بواحد، ونفس الاشي بالنسبة للكي. بعدها راح اسال مين الاصغر السبعة ولا الثمانية؟ لا السبعة، معناته السبعة راح تتخزن راح يزيد الكي، والجاي برضه نفس الاشي. وبعد هيك راح صفي عندي الثمانية والتسعة، مين اصغر فيهم؟ الثمانية، الثمانية راح تتخزن. طيب بعد هيك انا تعديت السايز بالنسبه للاراي الاولانيه، بما اني تعديت السايز بالنسبه للاراي الاولانيه معناته خلص شو في عناصر ضلت من الاراي الثانيه راح تتخزن داخل الاراي الرئيسيه، يعني اخر شيء راح تخزن التسعه وخلص راح نوقف. طيب بالنسبه للكود كيف راح يكون شكله؟ انا بحاول هسه واحنا ماشيين انه كل خطوه بنعملها نتصور كيف الكود ممكن يكون موجود على اساس بالاخر لما نجمع كل الكود على بعض تكون الامور ان شاء الله اسهل. المفروض انه نقول له بجمله وايل طالما انه الاي والجي لسه ما وصلوا السايز الخاص في هذا الاراي، معناته ايش؟ ضلك اعمل لوب، بمعنى انهم ما انتهوا لسه. وبنقول له بتشيك بسيط، اذا كانت الاي ار ار 1 اوف الاي اصغر من او يساوي الاي ار ار 2 اوف الجي، شو بدك تعمل؟ في هاي الحاله راح تخزن الاليمنت اللي موجود في الاي ار ار 1 اوف الاي. طيب ممتاز، وين راح تخزنه؟ راح تخزنه في الاري الجديده اللي بدنا نسميها مثلا الاي ار ار 3. طبعا الاندكس لها راح يكون الكي، كونه احنا بنتحرك فوق
بالكي، وراح نعمل اي بلس بلس. طيب الس، الس معناته لا، الار ار 2 العنصر اللي عندها هو الاصغر، معناته شو بدك تعمل في هاي الحاله؟ بدك تقول ار ار 2 اوف الجي، روح خزن لي اياها في الار ار 3 اوف الكي، وتعمل الجي بلس بلس. واخر شيء بعد ما انت تضمن انه تخزن element داخل الار ار 3، شو راح تعمل؟ راح تزود الكي بمقدار 1. هذا بالنسبه للكيس الاول. طيب لنفترض انه كان في عندك عناصر، يعني مثلا الار ار 1 كان لسه فيها عناصر، كان فيها مثلا عنصرين زياده، مع مين انا بدي اقارنهم؟ هل بدي اقارنهم مثلا مع نال؟ ما راح يزبط هذا الكلام. فعليا بده يكون في عندي سايز الاري الاولى وسايز الاري الثانيه. طيب بالنسبه للاري الاولى، كيف بدي اعرف انه بالفعل تم نقل جميع العناصر؟ انا هون شغال على الاندكس اي، ممكن بوايل لوب اقول له اذا كانت عندك قيمه الاي اقل من السايز الخاصه بالاري الاولى، على فرض انه احنا طلعنا من الكيس الاول وقارنا جميع العناصر ببعض وضل عندي فائض من العناصر سواء كان بالاري الاولى او الاري الثانيه، على فرض يجي للاري الاولى ضل عندي عنصرين، مع مين بدي اقارنهم؟ ما راح اقارنهم مع الاري الثانيه لانه خلص خلصت انا. طب شو بدي اعمل؟ لازم يترحل اوتوماتيكيا على الاري الرئيسيه. طيب كيف يتم هذا الكلام؟ ممكن نقول له باي لوب اذا كانت قيمه الاي اقل من السايز الاري الاولى، معناته نفذ هذا الكيس، اني اقول له ضلك رحل العناصر على الاي ار ار 3 اوف الكي، وشو تعمل؟ زود على قيمه الاي وعلى قيمه الكي. طيب افرض انه ضل في الاري الثانيه، كيف راح نحلها؟ راح نقول بكل بساطه نفس الجمله لكن على الجي، وعلى الجي اقل من السايز الخاص بالاري الثانيه، روح شو تعمل؟ امسك العناصر الموجودات بالاري الثانيه خزنهم بالاري الرئيسيه واعمل جي بلس بلس وكي بلس بلس. هذا بالنسبه للكيس الثاني. فهذا جزء من الكود اللي راح يكون داخل فانكشن الميرج على سبيل المثال. ولو جينا حسبنا الكومبلكسيتي بالنسبه لعمليه الميرج، راح تقول لي انه في عندي تو سايز، السايز الاول للاري الاولى والسايز الثاني للاري الثانيه، معناته في عندك على سبيل المثال سايز الاري الاولى هو عباره عن ان وسايز الاري الثاني هو عباره عن ام، معناته الكومبلكسيتي راح تكون بيج او ان بلس ام، واللي هي تقريبا ان، يعني الكومبلكسيتي للميرج راح يكون بيج او اوف الان. هذا كان بالنسبه للميرج. طيب كيف الميرج سورت راح يشتغل فعليا؟ خلينا نشوف هالمثال. على فرض انه عندك هاي الاري وانت بدك تطبق عليها مبدا الميرج سورت. مبدا الميرج سورت بيقول لك انا راح اعمل ديفايدنج للبروبلم، وبعدين بعد ما اعمل ديفايدنج واوصلها لاقل مستوى او لاصغر مستوى راح اجمعها واطلع بالسوليوشن. كيف؟ على فرض انه عندك هاي الاري، هاي الاري راح انا شو اعمل فيها؟ راح اقسمها لنصين. هون خلينا العدد فردي على اساس لما نقسم الاري للنص، لو كانت على سبيل المثال فيها ست عناصر راح يكون عندك ثلاث على الليفت وثلاث على الرايت، لكن اذا كان عندك عدد فردي راح ياخذ الليفت ازود بواحد. وفي ناس بتقول لك لا احنا بدنا نحاول نزود على الرايت بدل ما نزود على الليفت. الستاندر بالاعتماد على المصادر والريفرنس لقيت انهم اغلبهم بيخلوا العنصر الزياده على الليفت، معناته راح يصفي عندك على الليفت هذول عناصر وعلى الرايت هذول عناصر، لسه ما صار في اي عمليه سورتنج، انا لسه قاعد بعمل ديفايدنج. طيب ولو سالتك كيف عمليه التقسيم هاي تمت؟ بقول لك اكيد بتتم على قاعده معينه، انك لما تستدعي الفانكشن راح تبعث له بدايه الاري ونهايه الاري، يعني بالاحرى راح تبعث له انه الاري راح تبلش عندك من اندكس 0 لعند الاندكس السادس، وبناء عليها راح يشتغل القانون انه يقول لك اذا كان الاندكس اللي انت بعته له الاندكس 0 كان اقل من الستة، معناته شو بدك تعمل؟ بدك تحسب القانون اللي بناء عليه احنا بدنا نعمل عمليه التقسيم، اللي هو الاندكس اللي انت بسيط لي اياه بالبدايه زائد الاندكس اللي بسيط لي اياه بالنهايه طبعا ماينس ال. ليش؟ لانه لاحقا لما اعمل كمان ديفايدنج راح يهمني اني اجيب حجم البدايه والنهايه الخاص بالسب اري اللي بعدها. شو راح تعمل فيهم؟ قسمهم على اثنين. ولاحظ الاولويه للاقواس قبل ما نحسب القاعده. في النهايه راح يتخزن هذا الكلام داخل متغير اسمه ام، وظيفه هذا المتغير انه يجيب لي السايز لكل سب اري. على هاي القاعده لما نمشي فيها راح تتقسم عندي الاري لقسمين، طبعا راح تتقسم ثلاث بثلاث، لكن قلنا راح يضل عندنا element راح نضيفه على left sub array. طيب وبعدها شو راح نعمل؟ بعدها راح نطبق نفس القاعدة على left sub array ليتقسم العناصر في هذا الشكل، وراح نعمل تقسيم كمان مرة لنوصل لسنجل element، يعني راح اضلني اعمل dividing 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 لبين ما اوصل لانه يصفي عندي element واحد. هذا الاليمنت هو عبارة عن البيس كيس، ولما اوصل البيس كيس ايش راح اعمل؟ راح اجمعهم ريكيرسيفلي. طيب كيف عملية التجميع راح تتم؟ هون وانا بجمع راح ابلش اعمل سورت. كيف راح تعمل سورت؟ بنفس الطريقة اللي اخذناها في الميرج، حيث بعد ما انا عملت ديفايدنج حعمل كونكار حعمل كومباين. ممكن انا نعمل سورت على القيم القديمة نعمل ريبليس، لكن على اساس يصير الفهم افضل راح نكمل لتحت شوي. وراح يمشي بنفس المبدا انه يكون في اثنين ريفرنس على كل element، وهو لما يوصل لسنجل element بيعرف انه باي ديفولت هذا element عباره عن sorted element.
وهسه بصير يعمل تشيك مين الاصغر، الاري الاولى الاري الثانيه، لا على سبيل المثال الاري الثانيه، معناته راح نخزن الانسر تبعها داخل الاري الجديده، وبعدها كونه صار المتغير جاي ما ياشر على مكان باي ديفولت راح يصير القيمه الواقفه عند الاي مخزنه داخل الاري الجديده. بعدها راح نمسك التو سنجل اليمنت اللي بعدهم، وعلى نفس المبدا انه يكون في عندي اثنين ريفرنس اي وجي، راح يقارن بيناتهم ويخزن داخل الاري الجديده الاليمنت سورتد اللي هم 45. وبعد هيك راح اروح اوقف عليهم تو ريفرنس اي وجي ويضلوا يعمل مقارنة عبين ما تصير عندي الأراي سورتد فيها 5 20 30 و40. وبعد ما أخلص التجميع بالنسبة لللفت سب أراي راح أكرر نفس الخطوات على الرايت سب أراي، يعني حنوقف تو ريفرنس على 90 وعلى 80 راح نجمعهم مع بعض وراح تنزل العشرة زي ما هي، وبعدها راح نوقف برضو تو ريفرنس باللفت سب أراي والرايت سب أراي ونجمعهم مع بعض، وبالآخر وصلنا إن نعمل ميرج بين التو سب أراي اللفت والرايت، وراح نشتغل نفس الخطوات. لاحظ إنه هون إحنا مشينا على عناصر اللفت سب أراي بعدين جمعنا عناصر الرايت سب أراي، وهذا الترتيب مهم لما أنا أشتغل ريكيرسيف بالآخر بعد ما مريت على عناصر الليفت والرايت. هسه انا جاهز اني اعمل ميرج، يعني بس ادعي فانكشن ميرج على اساس تعمل لي ميرج بين التو سب اري هدول. ولاحظ انا هون بلشت اعمل ميرج من عند كل سنجل اليمنت، كل تو سنجل اليمنت كنت اعمل بيناتهم ميرج ليكبروا ويصيروا في التو سب اري النهائيات، بعدين راح اعمل بين اخر تو سب اري ميرج. كيف نعمل ميرج؟ نوقف تو ريفرنس اي وجي ونبلش نقارن ونعبي على الاري النهائيه ليطلع بالاخر العناصر عندي سورتد. طيب بتقول لي شو بالنسبه للكومبلكسيتي الخاص بالميرج سور كيف طلع ان لوج ان؟ احنا شفنا عمليه الميرج بتاخذ بيج او اوف الان، طيب كيف انت بتحكي لي انها اكثر من هيك انها بتاخذ ان لوج ان؟ بقول لك هذا المنظر بشو بذكرك؟ هذا المنظر بذكرك بالتري، واحنا لو كنا نتعامل مع التري كنا نعرف انه الكومبلكسيتي الخاص فيها لوج ان، لانه عمليه الديفايدنج هاي اشبه بالليفل الخاص بالتري، بمعنى اذا كان في عندي اري فيها 10 اليمنت كم ديفايد راح اعمل عليها؟ راح اعمل تقريبا 4، واذا كان عندي 1000 راح اعمل تقريبا 10 ديفايدنج. زي كاني بمسك السايز الخاص بالاري بمرقه على اللوج تو ذا بيس 2 وبتطلع معي نفس النتيجه انه از ليفل، معناته الميرج راح ياخذ ان تايم، التقسيم راح ياخذ لوج ان، معناته الكومبلكسيتي بالنهايه راح تكون بيج او ان لوج ان. طيب بالنسبه للكود كيف انت راح تجمع بين السورتنج وبين الميرج؟ خلينا نشوف بالنسبه للكود كيف راح يكون المنظر. فعليا راح يكون في عندي تو فانكشن، فانكشن للميرج وراح يكون في عندي فانكشن اخرى لتعمل عمليه السورت. طيب خلينا نشوف اول فانكشن كيف احنا مشينا فيها. اول فانكشن راح تستقبل الاري اللي انت بدك تعملها ميرج بالاضافه للليفت وللرايت وللميدل. طيب شوف بالنسبه للليفت وللرايت، الليفت والرايت اللي هم بدايه ونهايه الاري، على سبيل المثال انا بدي اخزن اري السايز تبعها 7، معناته راح ابعث له اول اندكس واخر اندكس. اول اندكس مين هو؟ اول اندكس راح يكون ب 0 واخر اندكس راح يكون ماكس سايز ماينس 1، معناته راح يكون 6، معناته احنا عرفنا انه الليفت والرايت راح يكون اول اندكس واخر اندكس. طيب شو بالنسبه للام؟ الام راح تكون وظيفتها انها تقسم لي الاري نصين، كيف؟ على القاعده، القاعده شو بتقول لي؟ امسك الليفت اللي هو حاليا بزيرو واجمعه، اجمعه على كم؟ اجمعه على الرايت ماينس ال، قديش الرايت؟ قيمته 6، ماينس ال، ال بزيرو، معناته 6 ناقص 0 راح تعطيك 6، وزائد قيمة ال اللي هي بصفر معناته راح يعطيك من هون لهون 6، 6 تقسيم 2 راح تعطيك 3، معناته قيمة الام راح تكون كم؟ راح تكون 3. طيب بتقول لي انت في عندك 7 عناصر وال7 تقسيم 2 معناته راح يكون في عندك 4 اليمنت في جهة و3 في جهة أخرى، على أساس نعالج هاي المشكلة كيف راح تتم؟ أول شيء اتفقنا إنه بدنا نروح نحط العنصر الزيادة في جهة السب اللي على الليفت، معناته زي ما أنت شايف احنا عرفنا 3 فاريبل، واحد ليمثل الأي اللي احنا اتبعنا فيه، وواحد الجي الخاص بالسب أراي، والكي اللي هو للأراي النهائية لما احنا نعمل لها ميرج. طيب راح يكون في عندي تو سايز، واحد خاص بالليفت سب اري وواحد خاص بالرايت سب اري. بالليفت سب اري احنا اتفقنا انه اذا كان في عناصر زياده عن التقسيمه، يعني في حال الاعداد الفرديه، انه نخزنهم في جهه الليفت، معناته في الكيس الحالي المفروض انه قيمه الان1 تكون باربعه. طيب نتبع على هاي القاعده، قيمه الام قديش حكينا قبل شوي؟ قيمه الام بعد ما طبقنا هاي القاعده اعطتنا 3. طيب 3 ناقص ال، ال كم قيمتها؟ احنا قلنا ال بعتناها بزيرو، معناته 3 ناقص 0 راح تعطيني كم؟ راح تعطيني 3، زائد 1 راح تعطيني 4، معناته قيمه الليفت سب اري راح تكون بأربعة. طيب شو بالنسبة للرايت سب اري؟ شو السايز الخاص فيها؟ راح يكون عبارة عن الرايت ماينس الام،
طيب الرايت كم انت بعتها هون؟ الرايت بعتها بستة، ناقص ناقص قيمة الام، كم قيمة الام؟ كانت 3، معناته 6 ناقص 3 راح يعطيك 3، معناته احنا هون عرفنا انه السايز الخاص بالليفت سب اري راح يكون 4، والسايز الخاص بالرايت سب اري راح يكون كم؟ راح يكون 3. طيب راح نمسك الاربعه ولا الثلاث ونعرف تو اري، هذول الاري عباره عن دايناميك اري. ليش انت عرفتهم دايناميك ليش مش ستاتيك؟ على اساس انه اقدر اباصي السايز في هذا الشكل وما يعترض. بالستاتيك اري المفروض انه يكون التو فاريبل عباره عن كونست والفاريبل الاخر كونست، وهيك انت بتقدر تباصي المتغيرين للستاتيك اري. يعني عادي فيك تحلها باستخدام الستاتيك اري، لكن مجرد تغيير عرفناها كدايناميك اري. طيب وبعد هيك المفروض يكون في عندك اري اللي تخزن عناصرها على الليفت سب اري والرايت سب اري. معناته لو كان في عندي اري فيها مجموعه من العناصر، هاي العناصر وين راح تروح تتخزن؟ نصها راح يروح على الليفت سب اري والنص الاخر راح يروح على الرايت سب اري. طيب ممتاز. وبعد هيك راح تصير عمليه الكومبير. كيف راح تتم عمليه الكومبير؟ نفس ما شفنا في بدايه الفيديو، راح يكون عند التو ريفرنس الاي والجي بزيرو، وراح تروح قيمه الكي تكون عندي بكم؟ بقيمه الال. ولاحظ الال او الليفت احنا بعتناها بزيرو. طيب ليش ما انت حتحكي خلاص الكي مباشره تساوي زيرو؟ بقول لك لا، لاحقا راح تشوف انه انا راح اصير ابلش من عند الليفت فانكشن السور. طيب الوايل لوب راح تمشي، هاي شفناها بالفيديو وشفنا شو راح تعمل. اللي راح تعمله انها راح تعمل مقارنه بين الليفت والرايت. اذا كان الليفت اقل راح تروح تخزنه هو، اذا كان الرايت اقل راح تروح تخزن الرايت. وبالنسبه لأ اذا ضل في هناك عناصر بعد عمليه المقارنه ما تبقى راح يروح يتخزن عن طريق التو وايل لوب هدول. وهذا بالنسبه لفانكشن الميرج. طيب فانكشن الميرج سورت الاساسي كيف راح يشتغل؟ لاحظ بسيط وما في اي شغل طويل. بكل بساطه هذا الفانكشن هو اللي راح يستقبل الاراي الخاصه فيك بالاضافه للليفت وبالاضافه للرايت. هون على فرض انه احنا بنبعث الاراي سايز تبعها 7 على سبيل المثال، فراح نبعث اول اندكس واخر اندكس بالاضافه للاراي واقول له يلا اعمل عليهم سورت. طيب كيف بدها تتم عمليه السورت؟ هنا البيس كيس انه اقول له اف ال اقل من الار، وعلى فرض انه الليفت بزيرو والرايت بزيرو. طيب شو راح تم؟ خلينا نشوف كيف اول لوجيك راح يشتغل. انا راح امشي كالاتي، اول شيء راح يحسب قيمه الميد اللي احنا حسبناها وطلعت 3. بعد هيك ايش راح يصير؟ بعد هيك راح استدعي الميرج سورت للليفت سب اري، وراح يكون في عندي استعاره الميرج سورت خاص بالرايت سب اري، وبعد هيك راح يصير في بيناتهم ميرج. وطبعا متى الميرج راح تم؟ راح اضلني اني انا اعمل ديفايدنج 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 لاوصل لاخر سنجل اليمنت. بس اوصل لاخر سنجل اليمنت معناته انا وصلت للبيس كيس، ومن هون بصير اجمع واعمل ميرج. اتبعها على طريقه الريكيرسيف راح تفهمها اكثر. طيب خلينا نروح نعمل تيست للكود. في عندنا فانكشن برنت على اساس نطبع عناصر الاري، وعلى فرض انه الاري كانت عندي في هالشكل، واحنا اتفقنا كيف نجيب السايز للاري اكثر من مره. رحنا استدعينا فانكشن الميرج سورت وبعتنا له الاري بالاضافه لاول اندكس من هاي الاري واخر اندكس من هاي الاري. كيف انا بدي اجيب اخر اندكس؟ اني اقول له ان ماينس 1. لاحظ هون كم عنصر في عندي؟ في عندي 6 عناصر، معناته المفروض انه هون ينبعث 5. الان جابت لي 6 عناصر هدول، فعملنا ماينس 1 لنجيب الخمس عناصر هدول، وبعدها طبعنا الاري. خلينا نعمل ران ونشوف شو النتائج. فعليا ترتب عند العناصر والامور مشت بشكل جيد. طيب السؤال كيف انا ممكن ارتبهم descending مش ascending؟ واقول لك شايف الشرط اللي فوق كنت تعمل فيه ميرج؟ شو راح تعمل فيه؟ راح تعكسه. هذا الشرط اللي احنا كنا نعمل فيه تشيك على الليفت سب 3 والرايت سب 3، اذا كانوا اقل من بس روح خزن الاقل من، لكن انا بقول له روح خزن الاكبر من او يساوي. في هاي الحاله لو احنا عملنا ران كمان مره راح تلاقي العناصر ترتبوا descending order. اخر شيء بنكرر بالنسبه للتايم كومبلكسيتي الخاصه بالميرج سورت راح ياخذ بيج او ان لوج ان، وبالنسبه للسبيس كومبلكسيتي راح ياخذ بيج او اوف الان، على عكس الانسرشن والبابل والسلكشن سورت اللي كانوا شغالين على مبدا الان بليس، ما بحتاجوا لاكسترا سبيس. طيب بتقول لي متى استخدم الميرج سورت؟ بقول لك الميرج سورت يفضل استخدامه مع اللينكد ليست، كونه اللينكد ليست اصلا ما بتحتاج لاكسترا سبيس على عكس الاري. الاري انت المفروض انك تروح تنشئ اري اخرى على اساس تعمل عمليه الميرج، لكن في اللينكد ليست انت مش راح تحتاج لاكسترا سبيس كونه العمليه عندك بتصفي بس عكس بوينترات. لذلك الميرج سورت يفضل استخدامه داخل اللينك ليست، وبعدها راح تحول السبيس كومبلكسيتي باللينك ليست ليصير كونستانت تايم على عكس الاري اللي كانت تاخذ بالسبيس كومبلكسيتي بيك او اوف الان. الله يعطيكم الف عافيه، نشوفكم بالفيديو الجاي، السلام عليكم.